أهلا بكم في هنا البحرين. ضمن جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الأسبوعية لأفضل مخيم في موسم البر 2023-2024، قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتكريم الفائزين عبد الله الذوادي وسعد الدوسري، وذلك بتسليمهما أول الجوائز في الأسبوع الأول بحضور عدد من ضباط الإدارة الأمنية والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية. وبهذه المناسبة تقدم سمو محافظ الجنوبية ببالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ ناصر بن حامد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظير مبادرة سموه التي تسهم في تحقيق الوعي لدى المخيمين لدورهما المنشود في تحقيق الاشتراطات الأمنية والتنظيمية والبيئية لدى المخيمات. ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سعادة رئيس الأمن العام بتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة وحرص معاليه على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي، وذلك من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية والتي تعتبر مشروعا وطنيا لتعزيز السلامة العامة. وأشار رئيس الأمن العام إلى أن مملكة البحرين تعمل على بناء القدرات التي تضمن وجود خارطة طريق واضحة لإدارة الطوارئ والكوارث على المستوى الوطني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بما يتماشى مع رؤية البحرين التي ترتبط بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبني أهداف إطار عمل سندي للحد من الكوارث ووفق الاستراتيجية الوطنية للطوارئ. دشن سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027 والتي أقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين، وذلك في مجمع سيتي سنتر بالمنامة. يأتي تدشين الاستراتيجية الذي يعكس التزام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تعزيز رعاية الطفولة وتحقيق التنمية الشاملة لهذه الفئة الهامة من المجتمع وتمكينهم من النمو والتطور الصحيح وفقا لحقوقهم الأساسية. ومملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في تعزيز حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرات وصياغة التشريعات الداعمة لذلك، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية للطفولة تعتبر أحد أهم المبادرات التي تتخذها الدول التي تولي شؤون الطفل اهتماما كبيرا من أجل تعزيز مكانته وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق الرعاية الفضلة للأطفال. شهد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك ملتقى فكرة التدريبية الأول رعاية الجيل القادم من خلال تعزيز ثقافة المعرفة والفخر المهني للجمارك الذي عقدته شؤون الجمارك بحضور عدد من ضباط وزارة الداخلية بمشاركة 100 موظف من مختلف الإدارات بالوزارة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. يعتبر ملتقى فكرة التدريبية الأول والذي يأتي تحت عنوان رعاية الجيل القادم من خلال تعزيز ثقافة المعرفة والفخر المهني للجمارك تطبيقاً لمبادرات الهدف الاستراتيجي الأول من استراتيجية شؤون الجمارك 2021-2024 والذي عقدته شؤون الجمارك بحضور عدد من ضباط وزارة الداخلية وبمشاركة 100 موظف من مختلف الإدارات بالوزارة. تأتي مشاركتنا في ملتقى فكر نتيجة الرؤية الاستراتيجية لسيدي معالي وزير الداخلية في تطوير الكوادر البشرية في وزارة الداخلية، وإحنا كمركز تدريب للشرطة النسائية نطمح أن إحنا نعطي كوادرنا مزيد من التدريب والتطوير في مجالات متعددة، ومنها نقدر نقيس أثر التدريب على هاي الكوادر بمختلف المجالات. سعيد بالمشاركة في ملتقى فكر بتنظيم من شؤون الجمارك اللي ساهم في تعزيز ثقافة المعرفة لدى منتسبي وزارة الداخلية بتقديم هذا الملتقى من قبل الدكتور جاك فيليبس رئيس معهد العائد من التدريب.
هذا بالعكس راح يكون مردودة لوزارة الداخلية في تنظيم هذه الهياكل التنظيمية والموارد البشرية في وزارة الداخلية. احنا نمثل مديرية شرطة المحافظة الجنوبية لتطوير الكادر الإداري. طبعا برنامج فكر هو من البرامج الصراحة الرائدة، طبعا من الكلمات الرنانة اللي استمعناها حق رئيس الجمارك، هل أنت تكون معطل أو أن أنت تكون ممكن؟ طبعا ارتأت إدارة الموارد المالية مشاركة في ملتقى فكر اللي هو الملتقى الأول بعنوان رعاية الجيل القادم من خلال تعزيز ثقافة المعرفة والفخر المهني في شؤون الجمارك. طبعا حبت إدارة الموارد المالية أنها تعرض تجربتها في تدوير الموظفين بحيث خلق موظف مالي يقوم بجميع المهام المالية، وشفنا أن هذه التجربة تعكس على أرض الواقع العنوان الرئيسي للملتقى. كما ويأتي المؤتمر داعماً لخطط وبرامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وسياسات منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون البناء والمستمر بين الجهات المعنية. من خلال مشاركتي في ملتقى فكر الأول للتدريب اللي تحت شعار رعاية الجيل القادم، واللي أطلق هذا الشعار منظمة الجمارك العالمية، راح أقوم بتقديم جلسة في اليوم الثاني عن إعادة أو تجربة شؤون الجمارك في تصميم الهيكل التنظيمي وكيف عملية التسكين في على الهيكل التنظيمي، وأفضل الممارسات الدولية اللي تم الأخذ فيها في إعداد الهيكل التنظيمي لشؤون الجمارك. أعتقد أن العائد على الاستثمار من خلال الجانب التدريبي مهم في شؤون الجمارك، وبالنسبة للمنافذ على وجه الخصوص بحكم أن المنافذ عندها تحديات كبيرة، والتطور في وسائل التهريب ووسائل التلاعب في جميع الواردات للدول في تطور مستمر، فبالتالي على الجمارك أن أيضا تواكب هذه التطورات من خلال التدريب لموظفيها في المنافذ المختلفة. وهكذا فإن شؤون الجمارك تؤمن بالكادر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية في العمل الجمركي، حيث أنها تعمل على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تزويده بالمعارف والمهارات اللازمة وتنمية قدراته من أجل رفع مستوى كفاءته وتحسين أدائه. احتفلت جامعة الخليج العربي باليوم العالمي لمرض السكر، والذي يقام هذا العام تحت شعار أعرف عوامل الخطورة لتمنع المضاعفات. وقام طلبة كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي حملة توعوية تحت شعار مكعب سكر في مجمع الإفينيو، وتضمنت الحملة التوعوية مجموعة من المحطات عرفت بمرض السكري وأنواعه وعوامل الخطورة والمضاعفات، كما قدمت الحملة للزوار نصائح حول طرق الوقاية والعلاج، وتعرف الزوار أيضا على نمط الحياة الصحية ودورها في تلطيف مرض السكري. انطلقت فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي مهارات الغد، والتي تستضيفه مملكة البحرين بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأول من نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر. وأعرب عدد من الشباب الخليجي المشاركين في مهارات الغد عن شكرهم لوزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على تنظيم البرنامج الشبابي المتميز، والذي يعتبر خطوة مهمة وفاعلة تؤكد الدور البناء الذي تقوم به مملكة البحرين والدول الخليجية، والتي تعطي دور الشباب الخليجي والارتقاء بمهاراته وقدراته. وقد تم اختيار عنوان مبادرة مهارات الغد بعناية فائقة، وذلك في قراءة واضحة لمستقبل الشباب وتلبية لاحتياجاته وتوفير بيئة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي تخدم الشباب، مثل مهارة الاستدامة والذكاء الاصطناعي وقراءة سوق العمل والتفكير الإيجابي. ويتضمن برنامج مهارات الغد ورش عمل متنوعة تقدمها شخصيات أكاديمية متخصصة في تنمية المهارات، والحلقات النقاشية بين متحدثين وأصحاب الخبرات وشباب لتبادل التجارب والمعلومات. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام برنامج هنا البحرين، في أمان الله.